هاي الدار كل لحظة يتجدد يا عيال زاي الدار البيت متوحد قول يا قطعة من الروح نرسل لك احنا شواك ويا حمام الدوح غاليين طيبين جينا نرد الدين ونحبكم احنا العراقيين أهلا بيك يا فندم، أهلا بيك، شرفتوني. لو نتعرف على الأستاذ سيد أكثر وكيف كانت بدايته وانطلاقته داخل دولة الإمارات؟ والله أنا مستثمر في دولة الإمارات، عندي شركة مقاولات في إمارة دبي، وبالتالي ابتديت إن أنا أعمل أفتح جراج للسيارات في إمارة الشارقة. ففعلا الجو مهيئ جدا للاستثمار هنا بشكل كويس، فطبعا كنت فضلت ان انا ابتدي بداية كويسة، والحمد لله في خطوات كويسة والدنيا كويسة ماشية، يعني الامور ماشية مستقرة والشغل ماشي في اتم الحال. يعني احنا شركة المقاولات بتقدم الخدمات اللي هي الاعمال الانشائية، وبنقدم خدمات الصيانة العامة، وبنقدم الاعمال الفنية تشمل كل حاجة بصيانة المباني. فده بالتالي كان في انتاج كويس وكان في شغل كويس استمرنا فيه. هو كل الفكرة ان احنا لازم يكون عندنا مصداقية في مجال شغلنا عشان نقدر نكون ثقة في عند العميل بالنسبة لنا، فدي كان همنا وشغلنا الشاغل ان احنا نكون نجذب ثقة العميل ونقدم له خدمات متميزة. جميل. طبعا ايضا احنا متواجدين الان في متقدم صيانة السيارات، لو تخبرنا اكثر ايضا عن الخدمات اللي بتقدمها. طيب انا هنا جراج المتقدم في الصناعية 2، احنا بنقدم خدمات شاملة للسيارات سواء فحص الكتروني او فحص كمبيوترات او ميكانيكا كاملة، صبغ، غرفة فرن موجودة عندنا، عندنا السمكرة، عندنا التوزين، عندنا كل خدمة السيارات شاملة مع الضمان. جميل. طبعا ايضا استاذ سيد، طبعا بيئة دولة الامارات بيئة تنافسية بجميع المجالات. تمام. لو تخبرنا اكثر عن التميز. والله انا كنت هنا في الخليج من فترة طويلة في المملكة العربية السعودية وفي دولة قطر، ولكن لما جيت هنا الامارات فعلا حسيت بان في تميز في البيئة الاستثمارية الموجودة في البلد. يعني حسيت ان في تيسيرات كتيره، في خدمات متوفره بشكل عام، في تيسيرات في اجراءات التراخيص، في يعني في مرونه في التعامل، في استقرار في المكان. يعني فالحمد لله، يعني البلد هنا ممتازه والحمد لله. الله يسعدك. اكيد انت ما وقفت لهون، اكيد في خطط ورؤيه مستقبليه لك طبعا وطموح حاب توصل له لوين، يعني بعد 5 سنوات وين بتشوف الاستاذ سيد؟ والله انا طموحي ان شاء الله كده ان انا ممكن افتح في اغلب من اماره فروع لنشاطاتي في اغلب الامارات موجوده ان شاء الله، يعني في المستقبليات، وان شاء الله تكون الامور طيبه ونقدر نكون من رجال الاعمال المشهورين هنا. يعني ان شاء الله.
والله هو يعني دايما هي النظريه مرتبطه بان الاستثمار مرتبط بالامن، فالمستثمر اذا ما كانش حاسس بالامن مش ممكن يجي يستثمر في مكان هو مش امن فيه. فالحمد لله دوله الامارات متميزه باستقرارها وبامنها وبقوه اقتصادها، فبالتالي يعني في وسائل جذب للمستثمرين اكتر من فرصه يعني. والله انا بشكر حكام الامارات عامه يعني، بما يعني فعلا احنا لما جيت الامارات هنا حسيت ان فعلا هم حكام الامارات بذلوا مجهود كويس جدا ان احنا جينا نقينا البلد بالشكل اللي احنا نفخر بيه يعني، ونتمنى ليهم التقدم دايما والرقي، ونتمنى ليهم التوفيق دايما، ونتمنى ان دوله الامارات تكون دوله يعني ليها شان ان شاء الله يعني. الله يسلمك. الله يسلمك. سيد على الصعيد الشخصي رسالة شكر خاصة فيك لمين بتحب توجهها؟ لا شخص أو أشخاص كانوا داعمين في مسيرتك؟ والله أنا يعني أنا بقدم شكري للأخ الأستاذ محمد العبار اللي هو صاحب برج خليفة. أنا استمعت له مقطع جميل جدا، إن فعلا إداني تحفيز إن فعلا الإنسان يبقى له هدف وله قوام، وإنه يقدر طول ما هو عنده هدف ورؤية يقدر يحقق، وإن المناخ فعلا كان مناخ جيد جدا، وإن المنافسة وهي منافسة شريفة ومنافسة قوية، وده بيتميز عن أي مكان تاني يعني. فأنا بقدم له الشكر جدا جدا، لأن أنا فعلا غير في حياتي كتير. المقطع ده أنا شفته فغير وخلاني بقت أقوى، وفعلا بقت للأمام على طول يعني. فانا بتوجه ليه بالشكر كامل الشكر يعني. ان شاء الله ربنا يوفقك. الله يسلمك. الله يسلمك استاذ سيد على اللقاء الجميل. الله يكرمك. الله يكرمك. احنا اسعد. الله يخليك. شاكرين لكم وشاكرين لدعمكم وشاكرين لاعلامكم، اعلامكم متميز ومتشكرين. الله يسلمك. الله يخليك. الله يبارك لك. شكرا. احنا هنا في جراج المتقدم مارت الشارقة الصناعية 2 بنقدم كافة خدمات لصيانة السيارات بجودة عالية وبكفاءة ممتازة مع فنيين ممتازين. السيارة دي سوناتا 2019 كانت فيها مشكلة في البريك وما كانتش ظاهرة على الفحص، فقدرنا نتوصل للمشكلة وحلينا المشكلة، كانت الاي بي اس واتحلت المشكلة والسيارة رجعت لحالتها الاولانية. ده برضو سيارات حوادث جاية من اللي هي شغل مزادات. سيارة دي 2017 دوسان، اتحلت كل القطع اللي هي يتم فيها الإصلاح، والسيارة ترجع تاني كأنها بحالتها الأولانية. ده دوسان بانوراما 2017 كانت جاية وارد برضو أمريكا، فكانت فيها مشكلة إنها مقلوبة على ظهرها في السيارة، فاستعدلنا كل الشغل اللي فيها. ان شاء الله نصور لكم فيديو انه بعد حالة السيارة ما ترجع لها. ده توسان 16 برضو بيتم فيها الاصلاح وبيتم فيها مرحلة السمكرة، وبعد كده بتخش على مرحلة السبق، وبترجع السيارة برضو لحالتها كأنها بحالة المصنع. عندنا فنيين مهرة، فنيين ممتازين على اعلى مستوى من الكفاءه، على اعلى مستوى من الالتزام. بنقدم كافه خدمات السيارات بكافه انواعها وموديلاتها. عندنا ده برضو توسان 16 برضو فيها دعم من قدام، فتم برضو بيتم فيها حاله الاصلاح للسمكره، وبتبدا تخش برضو وفيها شاسي، فبترجع كل ده بيتظبط، ترجع تاني لحالتها الاولانيه، والسياره ترجع لحاله المصنع من تاني. ده هنا غرفه الصبغ، عندنا غرفه صبغ ممتازه، وعندنا دهانات صبغ على اعلى مستوى. دي سياره 2016 تم مرحله السمكره وده والصبغ، وباقي على تفنيش السياره، وترجع السياره لحالتها كانها ما كانش فيها شغل قبل كده.